Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya mari kita mendengari bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim yang akan disampaikan oleh Qori Wahyu kepada yang kami persilakan.
الفاتحة.
Yeah.
فقد روي الى صلاه مستمجدين.
Thank you.
Oh,
Thank you.
قائلا يقول أين ذهب بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يدر عليكم إني على بل حتى بعثه الله، فكنت بأول الناس إسلاما. وكم درجنا في السنة من عظيم من معجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند
عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته قبول الأرزاق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم لأكارم الأخلاق سبقا وأمسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا للمتقين. صدق الله العظيم.